السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نشارك معكم هذه الغريبه. صراحه فكره جاتني وبغيت نشاركها معكم. كتجي بنينه بزاف، مكون جديد ومذاق اللي ما متعودينش عليه، وكتجي معلكه ولذيذه بزاف. غادي نخليكم تعرفوا على المكون اللي حضرت به هذه الغريبه. نخليكم مع الفيديو وفرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير، عندنا 250 غرام ديال اللوز، عندنا 150 غرام ديال المشمش يابس. انا هنا راه غسلته وخليته نشف. غادي نحتاجو البيض، المهم انا درت هنايا حبه، نقدروا نحتاجو من وحده حتى لجوج. عندنا 50 غرام ديال السكر سنيده، عندنا جوج خمارات من وزن 8 غرام، يعني المجموع عندنا 16 غرام ديال الخميره ديال الحلوه، واحد شويه من قشر البرتقال، وغادي نحتاجو واحد المعلقه كبيره ديال العسل. من بعد ما غلى الماء غادي ندير فيه اللوز. غادي نتسنى غير طلع فيه الغليه الاولى، يعني غير كيبان لكم اللوز كيغلي مزيان في الماء صافي كطفيوه عليه، ما كتخليوهش يبقى كيطيب في الماء حتى يتشرب لكم الماء بزاف. المشمش غادي نقطعوه لطريفات صغار، غادي نطحن اللوز. انا اللوز راه ما خليتوش نشف، نشفته غير بالفوطه. نقسم الكميه على جوج. غادي ندير نصف الكميه ديال السكر دابا، ونصف الكميه غادي نديرها مع اللي بقى لي ديال اللوز. المره الاولى كنطحنوا غير شويه. الخطوه الثانيه، كي شفتوا هنايا من بعد ما طحنت اللوز كيرجع هكا لوز بودره، غادي ندير كميه ديال اللوز. تقدروا تقسموها على ثلاثه الا كانت الطحانه عندكم صغيره، الا كانت كبيره غتقسموها غير على جوج، ولا غديروه دقه واحده. انا هنا كنظن غادي نقسمو على ثلاثه باش يتطحن ليا مزيان. غادي ندير كميه ديال المشمش، ونعاود نطحن. غادي نطحنوه مزيان مزيان حتى ترجع لنا عقده، كترجع لنا عقده معلكه. وغادي نكرر نفس العمليه حتى نسالي اللوز اللي عندي ونشمش. من بعد ما طحنت الكميه الثانيه، المهم طحنوه حتى يرجع معلك بحال هكا، نزيد عليه هنايا قشور ديال البرتقال، او تقدروا ديروا حتى ديال الحامض، لكن ديال البرتقال كيتماشاو اكثر مع المذاق ديال المشمش. غادي نزيد حتى واحد شويه ديال هذا ديال الفاني. نزيد الخماره ديال الحلوه والبيض. بالنسبه للبيض راه غادي ندير غير صفر بيضه حتى نشوف الا هي ما جمعت ليش العجينه، عاد غادي نزيد ابيض البيض. كاني هذه بزاف عاده سطان عجين دير صوره بزاف ديري بديري وصافي سكتي. ها
هذاك دير الا شويه حبس وصافي. غادي نزيد هنايا معلقه كبيره ديال العسل، تقدروا تعوضها بالمربى ديال المشماش غادي يكون افضل، فانا ما متوفرش عندي داكشي علاش عوضته بالعسل، لكن لكن الكونفيتور ديال المشماش كان افضل. نخلط دابا كلشي، من البداية كيبان لي العجينة خاصة تزيد جرى، غادي نزيد هاد ابيض البيض لان العجينة ديال الغريبة خاصة تكون كتلصق في اليدين. غادي نزيد حبة اخرى ديال البيض، نزيد الحبة الثانية ديال البيض، بعد ما خلطت مزيان هاد اللوز مع المشماش، المهم درت انا هنايا جوج حبات ديال البيض، كيرجع لنا الخليط بحال هكا. غادي نحطو في الثلاجه لمده ديال 10 دقائق حتى لربع ساعه، المهم حتى تماسك لينا العجينه غير واحد شويه ماشي بزاف كيف شفتوا لانها خفيفه. فغادي نحطها، انا غادي نحطها في الثلاجه لمده ربع ساعه ونرجع معكم باش نكملوا طريقه التحضير. كي شفتوا معايا هنا راني درت سكر كلاصي، ولكن سكر كلاصي راه ماشي سبيسيال، واخا هو صراحه كتبين فيه سبيسيال ولكن ماشي سبيسيال حقيقي، لان السبيسيال الحقيقي ما كيكونوش فيه نهائيا كويرات، فهذا لقيت فيه كويرات، لهذا غادي نزيد ليه واحد جوج معالق كبار ديال المايزينا اللي هو النشا، نشا الذره، باش هكا يرجع لنا السكر كلاصي يرطب. عندي هنايا شويه ديال المشمش مقطع صغيور هكا طريفات صغار، هذا فقط للتزيين. وغادي نبدا كنكور، هنايا عندي شويه ديال الماء زهر، كنبداو نغطسو يدنا في شويه ديال الماء زهر او ديرو غير ما عادي، وكتكورو حتى تساليو الكرات كاملين اللي عندكم، كتكوروهم كاملين تحطوهم في سكر كلاصي، وملي كتساليو كتغسلو يديكم تنشفوهم، وكتبداو تهزو الحبات بحال هكا، ديروا شويه ديال السكر كلاصي في يدكم وهكا وتكوروا هذوك الحبات ديال الغريبه باش كيلصق عليهم السكر، وكنحطوهم كنضغطو عليهم غير شي شويه، وكنزينوهم بقطع ديال المشماش المجفف. من بعد ما ساليت استفت الحلوه في اللاطه، وانا مشعله الفرن من قبل كيسخن على 150 درجه، غادي ندخلها ونشعلها النار من غير من الفوق، كي الفران ديال الغاز كي الفران ديال الضو، غادي تشعلوا لها من الفوق حتى تبان لكم تشقات، عاد تشعلوا لها من التحت. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه باللوز والمشماش، المذاق زوين، التعليكه الا جربتوها غادي تعجبكم انا متاكده، وغادي ترجع وصفه اللي معتمده عندكم. جربوها وشاركوني بتطبيقات ديالكم على الانستغرام ديالي اللي هو هذا. خليتكم على خير، والى فيديو قادم ان شاء الله، تهلاو ليا فراسكم، السلام عليكم.